هو الصوت كويس ولا الصوت تمام كويس. طيب اوكي طب خلونا نبدا دلوقتي. لو فاكري انا بس عايز اعرف معلش انتوا عملتوا ايه في الميد تيرم؟ انا عندي اعتراض على حاجه. كان في سؤال في ستيدي ستيت ويعني حضرتك قلت لنا ان مفيش ستيدي ستيت في علينا في المنهج. وكان في سؤال ابدا خلاص يبقى ده من عندي. وكان في سؤال تاني كان في اللي هو القسمة اللي هي كوزاين على الساين في الماجنتيود والفيز. وده برضو قلت مش يعني كنت سألت السؤال ده اوريدي في السكشن اخر سكشن حضرناه بس ايش عليه يعني قلت لنا الدكتور مش هيجيب لها حاجه زي كده. لا انا ما قلتش برنا الدكتور مش هيجيب حاجه زي كده. مش السكشن ده متسجل؟ سكشن متسجل خدي بالك مش مهندس متسجل. انا بقول لك السكشن ده متسجل. انا عارفه. لا انا ما قلتش ان الدكتور مش هيجيب حاجه زي كده. انا فاكره لما سالتوني قلت ان انتوا هتعوضوا بالنقط نفسها. يعني لو انا عندي كوساين اكس على ساين اكس وده اللي انا قلته فانت هتفضل تعوض بالاكس ديت بارقام عشان تعرف ترسم الرسمه بتاعتك صح ولا ايه؟ خلاص ما فيش اوكي. يعني قصدي لو في حاجه فعلا انا قلت انها مش جايه بس الستيدي ستيت دي اصلا احنا ما قلناش. وحتى لو سالت الدكتور فيها يقول لك الستيدي ستيت دي عند ان بتساوي انفينيتي انت محتاج الستيدي ستيت. يعني دي مش يعني الدكتور مش هيقول لك ان دي حاجه اتقالت او ما اتقالتش فهيلغيها فاهمني؟ وانا كنت سألت الدكتور يعني ماشي قول لي الدكتور لك ايه. قال لي يعني بعدين هبقى اتفاهم مع الباشمهندسة دي مع يعني قلت لكم ان هي من غير لا بعدين فقلت له تمام اوكي. بس انا ما قلتش الستيدي انا اصلا ما جبناش سيرة حاجة اسمها ستيدي ستيت اصلا. يعني ولا حد فيكم سألني هي علينا او مش علينا او انا اصلا قلتها فانا اكيد ما قلتش انها عليك او مش عليك. وانا كان في سيكشن يعني كان في سيكشن 4 او 5 كان يعني بدري حاجه بدري كده كنت قلت بس ممكن تكوني ساعتها قلت لنا ان هي لسه ما خدناهاش. مستحيل اكون قلت ان ستيدي ستيت مش عليكم لانها جت السنه اللي فاتت في الميد تيرم. فلو كنت سالتني او اي حد كان سالني على كلمه ستيدي ستيت كنت هقول له هي ايه فاهمني. هي جت في الميد تيرم السنه اللي فاتت فيعني انا مستحيل اقول لك انها مش عليكم. يبقى دي شعر مش بقول لك ممكن انت تكون يعني انت سألت على حاجة تانية او اي حد سأل على حاجة تانية فانا قلت لا احنا قلنا الستابلتي لسه مش عليكم مش الستيدي ستيت هي اللي مش عليكم. اوكي صح كده؟ خلاص تمام صح. طيب اوكي عموما تمام يعني. طيب بص يعني في المجمل يعني في الاخر الدكتور بيشوف لو في سؤال اغلبكم مش حلينه فغالبا بيشيله من الدرجات يعني هيشيل الامتحان كده بقى. يعني ما حلتوش حاجة الحمد لله. مش هلاقي حاجة صححة. لا في طيب عامه ما تقلقوش يعني خلاص اللي ده خلاص. والفاينلز يعني بتيجي أحسن من الميدتيرم. أحسن من حس إيه يعني بيبقى على الأقل الأسئلة بتيجي مفهومة وبيجي حاجات كتير شبه اللي انتوا بتحلوها في يعني ما هتلاقوا مش عايزه اقول يا مش عارفه يعني بس على الاقل اخر 3 سنين مثلا في الدي اس بي كان الدكتور بيجيب كتير قوي من الزد ترانسفورم اللي احنا هنبدا نتكلم عليه دلوقتي. فغالبا بتكون انتوا ايديكوا اخذت على الحل اكتر من قبل الميد تيرم فغالبا بيبقى الامتحان اسهل يعني. وده كل الدفعات بتقول كده يعني دي مش حاجه غريبه فاهمني. يعني كله بيتصدف في الميد تيرم ان الامتحان صعب وشكله غريب بس في الفاينل كله يعني كله بيقول ان هو كويس يعني. بس أنا سألت الدفعة بتاعت رابعة قالوا لي في الفاينل بيجيب نظري كتير اللي هي أسئلة نظري يعني يعتبر زي الميد ترم. في الميد ترم امتحان نصه كان نظري. بص الصراحة مش عارفة السنة اللي فاتت الدكتور غير النظام ولا إيه بس يعني على الأقل قبل كده كانوا بيقولوا إن الدنيا يعني حتى الأسئلة اللي بتيجي هي أسئلة بيعرفوا يحلوها. والنظري يعني أظن مجرد ان انت فاهم يعني النظر اللي جه مثلا في الميد تيرم في اي حاجه منه جت الدكتور ما اتكلمش عليها خالص. هو كان في سؤال ما اتمرناش عليه خالص يعني كان هو اللي هو بتاع الايمج الجي بيج. هو الدكتور شرحها في المحاضره ككونسبت بس مش عارف انا عمري ما شفت عليها مساله ولا الدكتور مثلا ادانا عليها مساله. فلما جت مساله انا عايز اقول لك على حاجه في سكشن
انت اخر سيكشن تقريبا انت كنت حاضر التاني مش الاولاني صح كده؟ بالظبط. وزمايلك في الاولاني سالوني السؤال ده بالنص اللي هو بتاع الصوره اللي بيعملوا الزجزاج وبعدين بيعملوا كومبريشن وحاجات كده صح كده؟ طب السؤال ده تقريبا الدكتور مديه شبهه في المحاضره، يعني هو مديك لو عندك صوره هتمشي ازاي، الطريقه اللي هتمشي بيها وازاي هتعوض في البيتس اللي مديها لك وازاي تعملها وازاي تعمل لها الكومبريشن. في حد من زمايلك انا بس مش عارفه اسمها ايه سالتني السؤال ده وحليناه في السكشن بس كان الاولاني مش التاني، وغالبا يعني الدكتور كان حله بالظبط، يعني لما وريتني اللي الدكتور شرحه غالبا ده بالظبط اللي جه في الميد تيرم. خلاص يبقى هي ارزاق بقى. يعني بصوا عامه مش مشكله اللي عدى في الميد تيرم، اكيد مش هحضر التو سكشنز يعني. بس هو عموما اوفر اول الامتحان كان فيه حاجات عارفها وحاجات مش عارفها، يعني نصه عارفه ونصه مش عارفه فالحمد لله. طب خلاص ما يعني بصوا عامه ما خلص بقى ما تشيلوش هم الميد تيرم وخلص، والدكتور ان شاء الله يعني هيظبط لكم الدرجات بالتاسكس بقى والحاجات اللي هتعملوها يعني. خلاص اوكي. طيب دلوقتي هنبدأ حاجة اسمها الزيت ترانسفورم. الزيت ترانسفورم دي شكل بالظبط الفريكونسي دومين، فاكرين لما كنا بنحول من التايم دومين للفريكونسي دومين وبنستخدم اي باور نيجاتيف جي اوميجا؟ دلوقتي احنا هنعمل نفس الحاجة بالظبط بس احنا هنحولها كلها للزيت باور نيجاتيف ان. لو فاكرين لو كنا عايزين نجيب، لو هو كان مديني اكس اوف ان في التايم دومين ومحتاجين نحولها للفريكونسي دومين، فكنا بنقول ايه؟ اكس اوف اي باور جي اوميجا بتساوي سمشن من الـ n من نيجاتيف انفينيتي الانفينيتي على x of n في e power نيجاتيف j اوميجا n صح كده؟ طيب وانا لو عايزه احولها لل z transform فكل اللي عملته ان انا شلت كل e power j اوميجا وخليت اسمها z تمام؟ فبقت الايكويشن اسمها x of z بتساوي summation x of n في z power نيجاتيف n. في حد عنده مشكله؟ يبقى تاني الفرق بين ال z transform والفريكونسي او الدي تي اف تي ان احنا شلنا كل اي باور جي اوميجا وخلينا اسمها زد تمام. هو ايه فايده الزد ترانسفورم؟ الزد ترانسفورم ده بيخليني اسهل بالنسبه لي ان انا اعمل اي ديزاين للديجيتال فلتر. كمان شويه تقريبا التاسك اللي جاي المفروض ان انتوا هتعملوا ديزاين لديجيتال فلترز، فالدكتور هيطلب منكم ان انتوا تعملوا شويه، يعني لو انا اعتبرت ان ده شكل الفلتر بتاعي هيقول لكم ارسموه بطريقه معينه اسمها طريقه الزيروز والبولز عشان يعرف يديزاين فلتر مثلا يكون الافكت بتاعه في الاخر بيعمل لو باس فلتر او هاي باس فلتر او ايا كان يعني الافكت اللي احنا محتاجينه. الكلام ده كله هتفهموه واحنا ماشيين يعني. بس تاني هو الزيت ترانسفورم دي اهم حاجه فيها ان هي بتخلي لي اسهل بالنسبه لي ان انا اعمل ديزاين لاي فلتر انا محتاجاه. طيب هو لو كان مديني اكس بتساوي يو اوف ان وكان محتاج يجيب الـ x of z، فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجة هنكتب الـ equation اللي هي الـ x of z بتساوي summation على الـ u of n في الـ z power negative n تمام؟ طيب وعلشان اخلي الـ summation ده حاجات معروفة يبقى انا هشيل الـ u of n واكتب مكانها summation من كام لكام؟ من 0 ل infinity تمام كده. يبقى انا بعمل summation من 0 ل infinity على z power negative n. طب دي كانها كلها هي z power negative 1 وكلها power n، فلما كنا بنيجي نفك summation كده كنا بنقول ايه؟ بناخد انا هعتبر اللي جوه دي كلها اسمها r power n، فكنا بنقول ان هي r power 0 minus r power infinity على 1 minus r. ال r دي اسمها ايه؟ ال z power negative 1 صح كده؟ فيبقى ال equation في الاخر بالنسبه لي هي ايه؟ 1 على 1 minus ال z power negative 1. لو فاكرين واحنا بنحل في الدي تي اف تي كنا بنقول ايه؟ ان انا لو كانت عندي اكس اوف ان بتساوي يو اوف ان فانا ممكن اقول ان ديت وانا في الدي تي اف تي بتساوي 1 على 1 ماينس اي باور نيجاتيف جي اوميجا صح كده؟ انا هكتبها لكم عشان بس تبقوا مركزين، هي 1 على 1 سوري ماينس اي باور نيجاتيف جي اوميجا صح كده؟ واحنا قلنا ان احنا هنشيل كل اي باور جي اوميجا ونكتبها زد، فانا ينفع اخلي دي زد باور نيجاتيف 1 يبقى كأني بقول في الآخر إن الـ x of n اللي هي بتساوي u of n دي تحولتها في الآخر 1 على 1 minus الـ z power negative 1. في حد عنده مشكلة هنا؟ لا تمام. طيب في حاجتين هيطلبوا مني في الجزء ده. أول حاجة طول ما أنا شغالة في الـ z transform هيطلب مني حاجة اسمها region of convergence، والحاجة التانية هيطلب مني إن أنا أرسم الـ zeros والـ poles بتاعة السيستم ده.
طيب هو ايه region of convergence ديت؟ تعالوا نفتكر لو انا كانت عندي summation بتاعة من 0 لحد infinity على r power n، مش دي احنا قلنا ان هي 1 او هتساوي r power 0 minus r power infinity على 1 minus r. بس عشان نفك الجيومتريك سيريز دي المفروض ان احنا نقول ان ال r لازم تكون اصغر من الواحد، لان احنا لو قلنا ان ال r دي اكبر من الواحد فانا مش مستحيل يبقى عندي summation انا عارفاه، لان انا بجمع لحد infinity صح كده؟ ده معنى ايه؟ ان انا لو كنت مثلا بقول انا عندي ربع باور n، فانا عارفه مثلا ان الربع باور 0 بلس ربع باور 1 بلس ربع باور 2 بلس ربع باور 3، بعد شويه هلاقي السوميشن ده بيصفر صح؟ فيبقى انا كده عرفت اوصل لل يعني السيستم بتاعي ده بيحصل له كونفرجنس. بس لو هي مثلا تعالى نتخيل ان هي كانت 2 باور n، فانا يبقى انا عندي 2 باور 0 بلس 2 باور 1 بلس 2 باور 2 بلس 2 باور 3 وهنفضل ماشيين، فهنلاقي الرقم ده نفسه عمال ايه؟ عمال يزيد لحد ما يوصل لانفينيتي. فيبقى انا علشان اعرف افك السمشن ده انا لازم يكون اللي جوه اللي باور n ده كله لازم يكون اصغر من كام؟ من الواحد. ودي هي region of convergence. طيب لو احنا بنقول ان اللي جوه اللي power n ده اصغر من الواحد، يبقى انا دلوقتي محتاجة اقول ان ال z power negative 1 دي لازم تكون اصغر من الواحد. يعني كأني دي بقول ان واحد على ال z اصغر من الواحد، فتبقى ال z نفسها ايه؟ اكبر من الواحد. في حد عنده مشكلة هنا؟ هو معلش ممكن تاني بس يا باشمهندسة؟ احنا قلنا وانا بحل في الزد ترانسفورم هيطلب مني حاجتين دايما. اول حاجه ان انا اجيب حاجه اسمها ريجن اوف كونفرجنس، ودي قلنا انا محتاجه تكون الار اللي هي او الترم اللي هو باور الان ده محتاجه يكون اصغر من الواحد، تمام؟ فبقت الزد باور نيجاتيف 1 دي لازم تكون اصغر من الواحد. طب الزد باور نيجاتيف 1 دي كاني بقول واحد على الزد اصغر من الواحد، تبقى الزد نفسها ايه؟ أكبر من الواحد. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن الـ region of convergence للسيستم ده لازم تكون الـ z أكبر من الواحد. طيب باشمهندس اللي سأل عنده مشكلة دلوقتي؟ لا تمام، بس عايز أسأل بس حضرتك على حاجة. هو مش المفروض إن الـ z أو الـ e أوس جي أوميجا اللي إحنا كنا بنشتغل عليها دي رقم كومبلكس؟ فاحنا كده بنقول اصغر من الواحد او اكبر من الواحد على اي اساس؟ على اساس هي كومبلكس يعني فيها جزء ريل وجزء ايماجيني صح كده؟ مظبوط. طيب يعني احنا معنى كده ان انا بقول له ان الجزء الريل بتاعك لازم يكون اكبر من الواحد والجزء الايماجيني بتاعك اكبر من الواحد. فعلشان كده ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان انا وانا باجي ديزاين السيستم ده او ديزاين الفلتر ده بعمل ايه؟ اول حاجه بنرسم حاجه اسمها اليونت سيركل. اليونت سيركل دي بنرسمها الار بتاعتها هو الجزء الريل في الاكس، والايماجيني بتاعها هو سوري الواي هو الايماجيني. وبتخيل ان اليونت سيركل دي هي دايره الماكسيموم فيها او الريديوس بتاعها واحد، تمام؟ فانا دلوقتي بقول ان الريجن اوف كونفرجنس لما الزد تكون اكبر من الواحد، يعني طول ما انا بره اليونت سيركل دي السيستم بتاعي بيكونفرج صح كده؟ تمام مظبوط. طيب الحاجه الثانيه ان هو مش بس بيقول لي اجيب الريجن اوف كونفرجنس، ده هو بيقول لي كمان انا محتاج ارسم الزيروز والبولز بتاعه السيستم. احنا دلوقتي لما بنيجي ديزاين فلتر، انا مش عارفه انتوا بداتوا التاسك ده ولا لا؟ اظن لا مش الفلتر. لما تيجوا تعملوا ديزاين للفلتر المفروض ان احنا لو جينا مثلا الفلتر بتاعنا بيكون اسمه ايه؟ 1 بلس مثلا اكس اوف ان، لا أو مش كده، هي 1 مثلا بلس زد باور نيجاتيف 1 زائد الزد باور نيجاتيف 2 على شويه حاجات ثانيه شبهها، تمام؟ فلو فاكرين لو احنا كنا واخدين اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي الايكويشن الديفرنس ايكويشن، مش كنا بنقول ان الواي اوف ان بتساوي اي واي اوف ان ماينس 1 بلس اي 2 واي اوف ان ماينس 2 بلس اي 3 واي اوف ان ماينس 3، هنفضل مكملين بلس بي 0 اوف اكس اوف ان بلس بي 1 اكس اوف ان ماينس 1 بلس بي 2 اكس اوف ان ماينس 2. وكنا بنقول ان الاي والبي كل الايهات دي كلها وكل البيهات دي كلها دي الكوفيشنتس او النون زيرو كوفيشنتس بتاعت السيستم، تمام؟ فانتوا لما تيجوا مثلا تشتغلوا بالبايثون هتلاقي ايه عندكم؟ ان انتوا يا اما بتجيبوا الايز والبيز دي كلها علشان تعملوا ديزاين للفلتر، او ان انتوا هتجيبوا الزيروز والبولز بتاعتكم عشان تعملوا ديزاين للفلتر. طيب ايه هو الزيروز والبولز ديت؟ هي الارقام، يعني مثلا
هو انا لو قلت انا عندي 1 minus z power negative 1 على 1 plus النص في z power negative 1، ده فلتر اسمه h of z، تمام؟ فعلشان represent الفلتر ده بيقول لي ان انا ممكن اخد اللي فوق ده واسميه 0 واخد اللي تحت واسميه بول، تمام كده؟ يبقى اللي كل اللي فوق ده هسميه زيروز وكل اللي تحت ده هسميه بولز. طب وبعدين يعني انا بعد ما عرفت ايه الزيروز والبولز دي هعمل بيها ايه؟ انا هروح على اليونت سيركل دي وارسمها. فبقيت عندي لو انا عندي 1 ماينس الزد باور نيجاتيف 1 بتساوي 0، يبقى انا دلوقتي الزد بتاعتي بتساوي كام؟ واحد. تمام، يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي 0 عند الواحد. الزيرو ده بنرسمه دايرة والبول بنرسمه اكس، تمام كده؟ طيب ولو انا عندي واحد بلس نص في الزد باور نيجاتيف 1 بتساوي دي اللي هنطلع منها البول، فالبول نفسه دلوقتي هيبقى مرسوم فين؟ عايز اعرف الفاليو بتاعت الزد نفسها. هو تاني السؤال تاني، لو انا عندي واحد بلس نص في الزد باور نيجاتيف 1 بتساوي 0 وانا عايز اجيب الفاليو بتاعت الزد، فهتساوي كام؟ ناقص 2. نيجاتيف نص. نيجاتيف نص مش نيجاتيف 2. اللي بيقول نيجاتيف 2 دي جاب الفاليو بتاعه الزد باور نيجاتيف 1، بس احنا عايزين الفاليو بتاعه الزد علشان الرسمه دي بتريبريزنت الزد مش الزد باور نيجاتيف 1، تمام؟ يبقى انا فهمت كده ان انا عندي 0 عند الواحد وعندي بول عند نيجاتيف نص. فالمفروض لو انا برسم الرسمه دي هرسمها ازاي؟ هرجع عند الواحد وهرسم 0. هو ممكن اسال سؤال؟ اه، هو المعادله دي اللي هو بوست ومقام قلبتها على اساس ايه؟ لا لا، ده انا فرضت اي حاجه، انا فرضت ان انا عندي فلتر اسمه كده. تمام تمام. معلش سؤال، هو ايه الريل والايميجيني دول بتوع ايه؟ معلش هم منين؟ تاني احنا قلنا ان الزد دي نفسها هي كومبلكس، هي فيها جزء ريل وجزء ايميجيني، تمام؟ فانا لما جيت ارسم رسمت الاكس اكسس ده هو الريل والواي دي الايماجينري. ليه؟ تعالى نتخيل ان انا ما اديتكش الايكويشن اسمها 1 ماينس الزد باور نيجاتيف 1، انا اديتلك اسمها جي ماينس 1 ماينس الزد باور نيجاتيف 1. انت ساعتها لما تيجي تقول لي الزد نفسها هتبقى الزد بتساوي كام؟ 1 ماينس واي واي ماينس 1. طيب هنتخيل ان هي اسمها 1 ماينس جي. طيب ال1 ماينس جي دي هترسمها فين؟ على الاكس والواي اللي هما ريل وايماجيني. يعني هترسم اتنين ولا واحد؟ لا بوينت واحد. بوينت واحده هي هي نقطه واحده هتترسم بقى فين؟ انا هروح عند هي انت قلت 1 ماينس جي، فانا المفروض هيجي عند الجزء الريل واحد وعند الايماجيني ماينس واحد، يبقى انا النقطه بتاعتي بقت مرسومه هنا، صح كده؟ تمام. طيب تاني خليني طيب اقعد لكم تاني اللي احنا قلنا لحد دلوقتي. وخلونا نرجع تاني بقى للمسألة ديت. احنا هنا قلنا ايه؟ ان هو كان مديني ان انا عندي سيجنال اسمها x of n بتساوي u of n وعايز يجيب الاكس وz. في حلين، يا اما هكتب الايكويشن واعوض فيها واوصل للشكل ده، او ان انا اكون اصلا لسه فاكره اليو اوف ان اللي هي في الدي تي اف تي كانت 1 على 1 ماينس اي باور نيجاتيف جي اوميجا، وهشيل كل اي باور جي اوميجا واكتبها زد، تمام؟ فبقيت في الاخر هي عباره عن ايه؟ 1 على 1 ماينس الزد باور نيجاتيف 1. قلنا الحاجه الثانيه ان هو يطلب مني ريجن اوف كونفرجنس، وقلنا ان لازم تكون الجزء اللي تحت الان ده كله لازم يكون اصغر من الواحد، فبقت الزد باور نيجاتيف 1 اصغر من الواحد بقت الزد نفسها اكبر من الواحد. فانا كده عرفت ان انا طول ما انا شغاله في الريجن اللي بره ديت فانا السيستم بتاعي بيحصل له كونفرجنس. الحاجه الثانيه هيطلب مني ايه؟ هيطلب مني ارسم او ريبريزنت السيستم بتاعي ده، فانا محتاج عشان اعمل له ريبريزنتيشن محتاج اجيب الزيروز والبولز بتاعته. بس انا الزيروز والبولز اللي انا برسمها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الزد مش الزد باور نيجاتيف 1، فانا اسهل لي هروح ضربه فوق في زد وتحت في زد، فبقت الايكويشن بتاعتي ايه؟ زد على زد ماينس 1. في حد عنده مشكله هنا؟ لان انا في الاخر محتاجه الفاليو بتاعت الزد مش محتاجه الفاليو بتاعت الزد ماينس 1. لما يكون عندي زد فوق يبقى انا دلوقتي عندي زيرو فين؟ فوق زيرو عند زيرو زيرو. معلش سؤال تاني؟ تاني لو انا عندي فوق
اسمها زد وانا هجيب منها الزيروز بتاعه السيستم. فالزيروز دلوقتي هرسمها فين؟ عند الزيرو. عند الزيرو يبقى انا عند الزيرو والزيرو هلاقي عندي زيرو اسمه اللي هو موجود هنا. طيب لو انا عندي زد ماينس 1 دي بتساوي زيرو وانا محتاجه اجيب البول، فالبول دلوقتي هيترسم فين؟ عند الواحد. تمام وانا لازم كده اخلي الشكل بتاعي في الاخر ان هو يبقى حاجه بس ومقام كده، ما تبقاش ان هي فيها نيجاتيف 1، يعني ما تبقاش زد باور نيجاتيف 1، لا تبقى كلها انترمز لازم بس ومقام كلها زد. لا مش لازم بس ومقام، يعني كان ممكن مثلا يكون في هنا زد باور نيجاتيف 1 مثلا وانا لما جيت اضرب فوق وتحت بزد، فالزد اللي فوق دي بقت واحد والزد اللي تحت دي بقت زد ماينس 1. تمام. يبقى انا مش عندي زيروز وبقى عندي بولز بس. تمام. او العكس، انا اشتغل على واحد ماينس. كنت بقول لك ما ينفعش ان انا اشتغل على واحد ماينس زد وس نيجاتيف واحد، ديت ما ينفعش ان انا اشتغل عليها واعتبر ان انا هجيب البولز منها. لا ليه؟ لان انت كده هتبقى طيرت زيروز من السيستم. تمام تمام. يعني تخيل لو كانت دي باور 2 فانت كده ضيعت الزد باور 2 من فوق، فضيعت الزيروز اللي موجوده. تمام. مش شيء. الحاجه الثانيه اللي عايزين نقولها ان احنا نخلي بالنا ان الريجن اوف كونفرجنس، انا ما قلتش ان الزد اصغر منه بتساوي واحد. يعني انا لما اجي اسالك الريجن او الكيرف اللي اسمه واحد ده موجود معانا جوه الريجن الريجن اوف كونفرجنس ولا لا؟ لا، عشان الزد اكبر من واحد. بالظبط. الحاجه الثانيه هي فعلا الريجن اوف كونفرجنس مش فيها الواحد، علشان احنا ما قلناش ان هي اصغر منه بتساوي واحد. الحاجه الثانيه اللي لازم نكون نعرفها ان الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي ما ينفعش يكون جواها اي بولز. تاني، الريجن اوف كونفرجنس ما ينفعش يكون فيها اي بولز. ممكن تركزوا معايا في اللي انا هرسمه دلوقتي. هو انا لو رسمت، او خلينا ناخد اللي تحتيها وبعدين هقول لكم اللي انا عايزه اقوله لحد يجاوبني يجاوب عليها. هو انا لو كانت عندي x of n بتساوي a power n u of n، تمام؟ ومحتاجين نعرف محتاجين نحولها، محتاجه اعرف ال a power n u of n دي هتبقى كام، هتتحول لكام. يا اما انتوا تعملوها بالايكويشن، يا اما تكونوا انتوا فاكرينها ان ال a power n u of n بتتحول لواحد على واحد minus a e power negative g omega، وهشيل كل e power negative g omega واكتبها z power negative 1. في حد عنده مشكله في التحويله دي؟ لا تمام. طيب الحاجه الثانيه، لو انا محتاجه ارسم الزيروز والبولز بتاعه السيستم، فانا لازم اضرب فوق في زد وتحت في زد. فانا عشان اضرب فوق في زد وتحت في زد فبقت زد على زد ماينس اي، فبقى عندي زيرو عند الزيرو وعندي بول عند الاي، صح كده؟ مظبوط. طيب ادي اي. طيب الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي هتكون ايه؟ ان الاي في زد باور نيجاتيف 1 لازم تكون اصغر من الواحد، تبقى الزد لازم تكون اكبر من الاي. في حد عنده مشكله هنا؟ لا بس انا عايز اسال سؤال، هو احنا ليه على الرسمه عملنا الاي اصغر الإيه من الزد؟ جوه مش باينه. طيب تمام. المفروض ان انا يكون عندي تو اوبشنز، يا اما الاي جوه يا اما الاي من بره، صح كده؟ لو فاكرين انتوا كنتوا بتسالوني ايه الاستابيليتي اللي احنا بنتكلم عليها. انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش عليها خالص، بس دي من ضمن النقط اللي هي مهمه قوي في الزد ترانسفورم، فخلينا ناجلها شويه. انا هنا اعتبر ان انا قلت لك ان الاي اصغر من ال1، تمام كده؟ خلاص تمام. بعد شويه انا هقول لك، مش هديك اوبشن الاي ديت، وهقول لك حاجات ثانيه. يعني هقول لك مثلا انا محتاجه اعرف الاي دي اكبر ولا اصغر من الواحد لو فرضت ان السيستم ده ستيبل، فانت المفروض تبقى فاهم هتحطها فين. بس اعتبر ان انا لحد دلوقتي بقول لك ان الاي دي اصغر من الواحد. فلو كانت الاي اصغر من الواحد فانا هحطها جوه، وهقول اول حاجه ان الريجن اوف كونفرجنس اكبر من الاي، والحاجه الثانيه ان انا عندي زيرو عند الزيرو وعندي بول عند الاي، صح كده؟ هو انا عندي سؤال بس يا باشمهندس، معلش اتفضل. واحنا ليه بنحطهم في ابسوليوت؟ علشان اعتبر ان انا كنت بقول لك الايكويشن اللي فوق ديت اسمها بدل ما هي r power n كان اسمها نيجاتيف r power n، يعني بدل ما هي نص انا بسميها نيجاتيف نص. هل هتفرق معاك النيجاتيف دي في حاجه؟
لا هتطلع نفس النتيجه مش هتفرق لان انا في الاخر بس محتاجه اتاكد ان السيستم بتاعي هيوصل للزيرو في وقت من الاوقات يعني. فعشان كده انا بقول ان الابسوليوت فاليو بتاعتها عشان الاشاره بتاعتها هي في الاخر مش فارقه معايا في حاجه. تمام ماشي. طيب وبعدين كمان انت هنا بتتكلم على يونت سيركل، فانت يعني قصدي على دايره، فانت لو كان عندك نيجاتيف اي او اي انت في الاخر بترسم دايره فيها البول دوت. تمام كده؟ تمام. طيب خليني اقول لكم، هنعتبر احنا السؤال ده خلاص كده خلصتوه، في حد مش فاهم في حاجه؟ طب انا هسالكم سؤال، لو انا كنت بقول ان السيستم بتاعي ده فيه تو بولز، واحد عند الاي وواحد عند البي، تمام؟ محتاجه حد يقول لي بغض النظر عن السؤال ايه الريجن اوف كونفرجنس المتاحه بالنسبه لي. خلي بالنا ان احنا قلنا ان انا الريجن اوف كونفرجنس ما ينفعش يكون جواها اي بولز. فلو انا بقول لك ان انا عندي سيستم، السيستم ده فيه تو بولز، واحد عند الاي وواحد عند البي، فايه هي الاوبشنز بتاعه الريجن اوف كونفرجنس؟ اكبر من بي. طيب دي واحده منهم، انها تكون اكبر من البي، وانا كده متاكده ان الريجن بتاعتي ما فيهاش اي اسمه ايه ده، اي بولز جواها. المنطقه اللي ما بينهم. برافو عليك. والمنطقه اللي ما بينهم ان هي ان الزد دي تكون اكبر من الاي بس اصغر من البي. طيب والريجن الثالثه اصغر من اي. طيب هل انا في الامتحان، في الامتحان عادي على فكره يجيب لنا رسمه زي ديت ويقول لنا عايز يجيب الاكس اوف ان، تمام؟ هل طبيعي يديني رسمه بثلاث حلول؟ يعني هل في ثلاث حلول لنفس السؤال الثلاثه صح؟ اكيد لا، صح كده؟ تمام. هو باشمهندس الرينج اوف كونفرجنس ما ينفعش يبقى فيه بول ليه؟ علشان البول ده هي دي لسه نعرفها كمان شوية، بس خليني أقول لك إن أنت لما بتيجي، لو إحنا بنيجي نرسم أنت عارف الإفكت بتاع الفلتر، يعني مثلا لو أنا باجي أرسم اللو باس فلتر، مش اللو باس فلتر بيبقى شكله عامل كده، ولو أنا باجي أرسم الهاي باس فلتر فبيبقى العكس، تمام؟ بس خلينا نشتغل مثلا على اللو باس فلتر. فأنت المفروض إن أنت لما بتيجي عند الزيروز والبولز ديت، إحنا قلنا إن الزيرو هو عبارة عن إيه؟ لو أنا كنت بتكلم على زد وهنا واحد ماينس زد، وانا جيت اقول ان انا بعوض عن الزد بتساوي واحد عند البول بتاعها، فيبقى انا فهمت ان انا واحد على واحد ماينس واحد، فالمفروض ان هو هيروح لانفينيتي، فالبول ما ينفعش يكون معايا في ريجن اوف كونفرجنس لان هو بيوديني لانفينيتي. تاني احنا بعد شويه هيقول لنا في الامتحان، مش بس يعني احنا لحد دلوقتي احنا بنتكلم على حاجتين مطلوبين، ايه هما؟ او ثلاثه، ان انت تحول من الاكس اوف ان للاكس اوف زد، وان انت تجيب ريجن اوف كونفرجنس، وان انت تديزاين او تريبريزنت الفلتر بتاعك. بعد شويه هيطلب منك ان انت ترسم الايفكت بتاع الفلتر ده، يعني شكل الريسبونس بتاعه شكله عامل ازاي، تمام؟ بس دي احنا هناخدها تقريبا مش السكشن اللي جاي، ممكن السكشن اللي بعده. بس هنفرض ان انت دلوقتي عايز تعرف احنا ليه مش بناخده معانا. احنا قلنا المفروض لما اجي ارسم الريسبونس بتاع السيستم ده بعوض بكل نقطه وانا ماشي، يعني وانا ماشي على اليونت سيركل دي بعوض مثلا هنا بزيرو، هنا وصلنا للربع، هنا وصلنا او لربع باي، هنا وصلنا الباي على الاثنين وهكذا، تمام كده؟ فانا بفضل اعوض بالفاليو بتاعه الدايره اللي انا ماشي عليها ديت في الزد ديت. المفروض ان انا لو جيت اقف عند البول ده فكاني انا بقول ان انا بحط واحد ماينس واحد، صح كده؟ تمام. اي حاجه بتقسمها على الزيرو بتوديك لانفينيتي، صح كده؟ فكاني بقول ان انا لو جيت عند النقطه اللي فيها البول دي هلاقي الريسبونس بتاعي وصل لانفينيتي، وده انا مش محتاجاه، يعني ده مش بيوديني للريجن اوف كونفرجنس بتاعتي. فعشان كده ما ينفعش تكون الريجن بتاعتي جواها اي بولز، تمام؟ احنا بعد شويه هناخد احنا ليه اصلا مش بناخد، يعني ازاي نرسم الريسبونس ده، وهتلاقي ان انت ما ينفعش يكون جواك اي بول، بس يعني في المجمل علشان الطريقه اللي انا لسه قايلها لك ديت. تمام. طب هو لما احنا بقى كنا حضرتك بتسال السؤال اللي هو فيه الاي والبي، احنا ليه خدنا الريجن بتاع اللي ما بين الاي والبي، مع ان كده انا عندي الاي كبول وكده موجود في الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي؟ ما احنا قلنا ان احنا هناخد الزد تكون اكبر من الاي
واصغر من البي، هل انا كده اخدت الدايره بتاعت الاي او الدايره بتاعت البي؟ ما انا كده الدايره بتاعت الاي معايا. لا احنا ما قلناش انها بتساوي، يعني ما قلتش ان هي اكبر منه وبتساوي الاي، فساعتها كنت هتاخد الريجن بتاعت الاي دي معاك. انت بتقول ان هي ما بين الاي والبي، يعني ولا دي معايا ولا دي معايا، انا شغاله في المنطقه اللي بينهم بالظبط. يعني انا بعتبر ان انا عندي البول بتاعي بمثله بسيركل، وانا كده المفروض ما اجيش على ناحيه السيركل دي. اه بالظبط كده، السيركل اللي فيها البول ديت انا مش هاخدها معايا، انا هاخد اللي بعدها. اه بالظبط كده، يعني انا ينفع اقول انا محتاجه ريجن اللي اصغر من الاي، دي فيها مشكله، او محتاجه ريجن اللي اكبر من البي، انا مش واخده البي معايا، او هاخد الريجن اللي بين الاي والبي، انا في الاخر ولا واخده الاي ولا واخده البي. تمام تمام. طيب نخلي بالنا ان احنا كل ما كنا شغالين في الـ U of N كانت الـ region of convergence بتطلع اكبر من البول اللي هنا او من الفاليو اللي هنا، صح كده؟ يعني لما كانت عندي A power N U of N كانت الـ region of convergence ان الـ Z تكون اكبر من الـ A. لو الـ A دي كانت اسمها B اسمها C اسمها ايا كان، ففي الاخر ان الـ Z دي لازم تكون اكبر من الفاليو اللي هنا. تمام؟ تعالوا بقى ناخد العكس، لو انا كنا شغالين على الـ U of negative N minus 1. طيب لو انتوا فاكرين هي دي كانت، لو انا كنت محتاجة احولها اصلا للـ Z transform، المفروض ان انتوا تبقوا عارفين ان هي في الاخر هتديني نفس الافكت بتاعت الـ A power N U of N، الفرق ان في negative اشارة، صح كده؟ طيب لو فاكرين واحنا شغالين في الـ DTFT كنا بنقول ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين ازاي احولها، يعني مش عارفه انا مثلا لو جالي العكس، يعني تعالى نقول ان انا جات لي واحد على واحد ماينس اي في الزد بور نيجاتيف 1، هل اروح احولها اي بور ان يو اوف ان ولا احولها نيجاتيف اي بور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1؟ هتبقى ان ماينس ان اي اوف ان يو اوف ان عادي، ما هي ما فيش نيجاتيف. لا ما باشمهندس، الاشاره النيجاتيف ديت هي مش دليل على اي حاجه غير ان انا احطها، يعني انا ممكن اقول لك ان انا عندي واحد على واحد ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1، ودي انا في الاخر هقول انها بتساوي لما اجي احولها يعني نيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1، دي فيها مشكله؟ لا تمام، لان في الاخر النيجاتيف دي انا يعني لو اديتها لك هنا فانت عادي هناك شيلها، ولو ما اديتها لكش فانت قولي ان هي نيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1. تمام. الفيصل بيننا هنا هي دلوقتي الريجن اوف كونفرجنس. لو فاكرين احنا هنا كنا بنقول ان دايما الريجن اوف كونفرجنس لازم تكون اكبر من الاي. طيب تيجي نجيب بقى الريجن اوف كونفرجنس هنا. فاحنا لو بنشتغل على دي كنا بنقول ايه؟ ان انا هعمل تاني ان ال n من negative infinity ل infinity وهحط ال x of n في ال z power negative n. طب وعشان انا عندي u of negative n minus 1 فهنغير ال summation ده، هنخليه من negative infinity ل negative 1، وهنا عندنا ال negative زي ما هي e power negative 1 في ال z ودي كلها power negative n. طب عشان اخليها power n فكنا بنقول ان احنا بس هنغير الليمتس دي نخليها من واحد من سوري من واحد لانفينيتي، وناخد الجزء اللي هو ده ونخليه a power negative 1 في z power n، ودي هناخدها دلوقتي نعمل لها ايه؟ هنقول ان هي محتاجين نجيب ال region of convergence للحته دي اللي هي ال r power n، فتبقى a power negative 1 في z اصغر من الواحد بقت ال z لازم تكون اصغر من ال a. تاني السؤال ده ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن الدي تي اف تي، تمام كده؟ يعني انتوا لو عارفينه هتكتبوا النتيجه بتاعته اللي هي نيجاتيف 1 على 1 ماينس الاي في الزد باور نيجاتيف 1، تمام؟ بس انا عشان مديني نيجاتيف فانا في الاخر هخليها 1 على 1 ماينس الاي في الزد باور نيجاتيف 1، تمام؟ الريجن اوف كونفرجنس بنجيبها ازاي؟ بنقول انا محتاجه ار باور ان والان ديت من 0 لحد الانفينيتي، صح كده؟ يعني انا محتاجه الليمتس دي تكون بوزيتيف ار باور ان، ونجيب الار دي تكون اصغر من الواحد. طيب انا يبقى انا محتاجه اظبط الليمتس دي اخليها من واحد لانفينيتي، وهشيل كل النيجاتيف ان واخليها ان، فبقت ديت النيجاتيف دي اشاره خليتها بره، والسمشن ده من واحد لانفينيتي، ودي كانت اي باور نيجاتيف 1 في الزد وباور ان. طيب فيبقى انا هاخد الار اللي جوه دي، سوري هاخد الار اللي جوه دي واخليها هي كلها هي دي ريجن اوف كونفرجنس، هتبقى الاي باور نيجاتيف 1 في الزد اصغر من الواحد
يبقى الزد في الاخر هتبقى كام اكبر من الاي سوري الزد اصغر من الاي. في حد عنده مشكله في ديت؟ لا تمام. طيب يبقى انا دلوقتي ايه الفيصل بالنسبه لي بين ان انا اشتغل على الاي باور ان يو اوف ان او اشتغل اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1؟ ان هو هيجي في السؤال ويديني الريجن اوف كونفرجنس. لو اداني الريجن اوف كونفرجنس اكبر من الاي فانا كده فهمت ان انا هروح للاي باور ان يو اوف ان. لو اداني الريجن اصغر من الاي يبقى انا هروح للنيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1. تمام؟ لو فاكرين احنا في الدي تي اف تي قلت لكم هنعرف دي بعدين لما ندخل في الزد ترانسفورم، صح كده؟ في حد عنده مشكله في اللي انا قلته؟ يا ممكن بس الحته الاخيره الثاني اللي هو امتى تبص وانت نيجاتيف. طيب احنا قلنا لحد دلوقتي لما جينا نحول الاي باور ان يو اوف ان كانت بتدينا ايه؟ اي باور ان يو اوف ان كانت بتدينا 1 على 1 ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1. تمام؟ ولما جينا نحول النيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1 ادتنا نفس الحاجه اللي هي 1 على 1 ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1. فقلنا ايه الفيصل بينا؟ ان هو هيجي يقول لي ان الريجن اوف كونفرجنس يا اما اصغر من الاي يا اما اكبر من الاي. لو قال لي ان هي اكبر من الاي يبقى انا كده هروح للاي باور ان يو اوف ان. لو قال لي اصغر من الاي يبقى انا هروح للنيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1. تمام؟ وساعتها انا في الحاله دي مش عندي اوبشنز انا اختار بينها. يعني هو لو اداني الحته دي وقال لي ان الريجن اوف كونفرجنس بتاعتك اصغر من الاي فانا مش ما ينفعش اكتب له اي حاجه فيها يو اوف ان. فاهمني؟ ولا اكتب له ايه؟ هتكتب له نيجاتيف اي باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1. اه طيب تمام. طيب هو تقريبا بس الميتنج هيخلص دلوقتي فخلينا طب نتكلم على المسألة دي. السؤال ده مدينا حاجتين نص باور ان يو اوف ان بلس نص باور ان يو اوف ان بلس نيجاتيف تلت باور ان يو اوف ان. تمام؟ ومحتاجين نحول السؤال ده للزد ترانسفورم ونجيب الريجن اوف كونفرجنس والحاجة التالتة ان احنا نرسم الزيروز والبولز بتاعة السيستم. تمام كده؟ طيب فأول حاجة لما اجي هنا اشتغل احنا عشان نحول في الزد ترانسفورم زي الدي تي اف تي بنحول كل واحده لوحدها. فالنص باور ان يو اوف ان دي هتتحول ل 1 على 1 ماينس نص في الزد باور نيجاتيف 1 بلس 1 على 1 بلس ثلث في الزد باور نيجاتيف 1. في حد عنده مشكله هنا؟ لا تمام. طيب تاني حاجه عشان نحدد الريجن اوف كونفرجنس، اول حاجه اول جزء ده الريجن اوف كونفرجنس بتاعته هتكون ايه؟ ان الزد تكون اكبر من النص. تمام؟ طب والتاني ان الزد تكون اكبر من الثلث. يبقى السيستم ده كله لازم تكون الريجن بتاعته اكبر من النص ولا اكبر من التلت ولا بين الاثنين ولا هتعملوها ازاي؟ هشوفها على الرسمه بس. طيب. اكبر من نيجاتيف تلت فعايز افهم عايز تحديد بس احنا في الاخر بناخد الابسوليوت فاليو بتاعتها فمش فارق. طيب خلينا اوكي تمام. طب هنرسم الزيروز والبولز بتاعت السيستم وبعدين نحدد منها الريجن. بس خلي بالكم معلش هي هنا غالبا في غلطه في الزيروز والبولز فاحنا نرسمها مع بعض. اول حاجه احنا قلنا لازم يكونوا الاثنين دول في البوزيتيف مش في النيجاتيف عشان كده انا هضرب فوق وتحت في الزد. تمام؟ بقى دي زد على زد ماينس نص ودي زد على زد بلس تلت. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ انا لازم اوحد الاثنين دول مع بعض فكان انا في الاخر هنا عندي زد ماينس نص في الزد بلس تلت ودي تتضرب الزد في الزد بلس تلت بلس الزد في الزد ماينس نص. تمام كده؟ ففوق هلاقي بقى عندي تو زيروز، واحد منهم عند الزيرو والتاني عند زد ماينس نص بلس تلت. دي زد ماينس نص بلس التلت وتحت هنا بقت دي عندي زد ماينس نص ودي عندي زد بلس تلت. انا هصلح الحته ديت وابعت لكم الشيت متظبط يعني مع باشمهندس عبد الرحمن. تمام؟ هو البسط ايه؟ احنا بنضرب زد في زد بلس تلت بلس زد في زد ماينس نص فكاني اخدت الزد دي كومن بايله واحده من الاثنين فبقت عندي 2 زد ماينس نص بلس ماينس نص بلس تلت. تمام ماشي. تمام؟ طيب
فاول حاجه هنا لما اجي ارسم الزيروز والبولز اول حاجه الاقي عندي زيرو عند الزيرو صح كده؟ تمام. وعندي زيرو فين تاني؟ هي دي ماينس نص بلس تلت، فنوديها الناحيه الثانيه تبقى عندنا واحد على سته على اتنين، يبقى عندي كمان زيرو عند واحد على اتناشر، فهاجي هنا عند واحد على اتناشر مثلا اعتبرها هنا بقى عندي زيرو تاني. طيب البولز عندي بول عند النص وعندي بول عند نيجاتيف تلت كده، بس احنا في الاخر بنرسم دايره الابسوليوت او سوري الريديوس بتاعها هو واحد على التلاته، فكاني انا قلت هو هنا عند واحد على التلاته او عند نيجاتيف واحد على التلاته مش فارق كتير. تمام هندسه، هو احنا ليه حد عنده مشكله هنا؟ احنا ليه رسمنا الدايرة عند واحد على التلاته؟ ليه رسمنا؟ لا هو واحد بس، بس هي دي متشخبط عليها على فكره، هو واحد بس مرسوم عند نيجاتيف واحد على التلاته، بس انا قصدي ان احنا في الاخر بنرسم يونت سيركل او سوري بنرسم دايره ده الريديوس بتاعها، فانا دلوقتي عندي بول واحد عند نيجاتيف واحد على التلاته. تمام تمام. طيب ده اللي هو جه من المقام. ده اللي جه من المقام. بالظبط. تمام. فين الثلاثة ريجنز دول؟ ما هو اللي هي أقل من تلت واللي بين التلت والنص واللي أكبر من النص. تمام. طيب هتاخد أنهي فيهم بقى؟ واحنا مش هنرسم دايرة عند واحد على 12؟ لا ليه مش هنرسم دايرة عند واحد على 12؟ لأن احنا قلنا إن الريجن أوف كونفرجنس اللي مش مسموح يكون جواها هو البولز بس، بس ينفع يكون جواها اي زيروز. تاني انت لو فاكر مثلا لما كنا بنقول ان انا عندي زد على زد ماينس نص، لو جيت اعوض بالزيرو، لو انا كنت واقفه عند الزيرو اللي هو اسمه زيرو، فيبقى زيرو على زيرو ماينس نص، ففي الاخر الفاليو دي كلها اسمها زيرو. تمام. بس لو انا جيت اعوض في الايكويشن دي بنص اللي هي مكان البول، هلاقيه بتساوي نص على زيرو اللي هي بتساوي انفينيتي، فانا مش عايزه في الايكويشن بتاعتي يكون في انفينيتي، بس انا عايز يروح للزيرو بس مش عايز يروح للانفينيتي، صح؟ ما هي دي ريجن اوف كونفرجنس. تمام. فعشان كده انا مش فارق معايا يكون جوايا اي عدد من الزيروز، بس انا يهمني قوي ان انا ما يكونش جوايا ولا بول للسيستم. تمام. تمام. طيب فعشان كده احنا بس بنرسم الريجن دي عشان ابقى فاهمه انا المفروض اخد مين فيهم. فانت يا باشمهندس كنت بتقولي ان احنا عندنا ثلاثه، اكبر من النص او اصغر من الثلث او بين الثلت والنص، بس انا في السؤال بتاعي ده هي ريجن واحده بس اللي تنفع اللي هي اكبر من، هتبقى اكبر من النص اعتقد. تمام. ليه؟ اول حاجه لان انا هنا كل السيستم بتاعي في البوزيتيف، واحنا قلنا في البوزيتيف دي يعني لازم يكون اكبر من اكبر حاجه، يعني احنا لو جينا نجيب ريجن اوف كونفرجنس دي هلاقيها بيقول لي ان هي لازم تكون اكبر من النص. انا هتخيل ان انا هنا عندي ده نص، وعرفت منين اللي هو بوزيتيف السيستم. طيب انا هرسم دلوقتي وهقول لك السؤال، ودي واحد على الثلاثه ودي واحد على الاثنين صح كده؟ اول ريجن عندي ديت المفروض الريجن بتاعتها تكون ايه؟ اكبر من النص صح كده؟ يبقى انا محتاجه الحته دي كلها. طيب الريجن الثانيه انا محتاجه ايه؟ محتاجه تكون اكبر من واحد على الثلاثة، يبقى انا محتاجه اخد الحته دي كلها. ايه الانترسكشن بين الاثنين؟ ان هي تكون اكبر من النص صح كده؟ يبقى انا فهمت ان الريجن اوف كونفرجنس للسيستم ده هي اكبر من النص. الباشمهندس اللي بيسال يعني ايه بوستر، هي دي اسمها يو اوف ان مش يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1. يو اوف ان دي هي بادئه من زيرو لحد انفينيتي، فهي شغاله في الجزء البوستر. فيبقى طول ما انا عندي يو اوف ان يبقى انا لازم اخد اكبر يعني اكبر من البول اللي هنا، لكن لو انا كانت عندي يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1 يبقى انا كان لازم اخد الريجن اللي اصغر من البول دوت. في حد عنده مشكله في اللي انا قلته دلوقتي؟ طب احنا لو قلنا سيستم بوزيتيف قلنا هناخد اكبر من اكبر بول، ولو السيستم نيجاتيف هناخدها اصغر من اصغر بول. طيب لو امتى اخد بقى اللي ما بينهم؟ طيب ده السؤال اللي جاي. هو انا لو كان عندي سيستم اسمه نيجاتيف 1 على 3 باور ان يو نعم؟ ممكن بس قبل ما ننهي ثواني معلش. هو في السؤال ده هو احنا دلوقتي احنا مش لسه برضه قايلين ان احنا ما ينفعش يبقى معانا بول جوه الريجن بتاعتنا، فاحنا
تمام، احنا عملنا قلنا ناخد ان احنا نكون عند النص. تمام، ما كده جوه السيركل بتاعتي في البولز موجودة. لا انا باشمهندس احنا اكبر من النص، اكبر من النص دي لو فضلت ماشي بره كده مش هتلاقي ولا بول عندك في السيستم. اه تمام تمام ماشي تمام. واحنا مش واخدين يعني ما قلتش هنا اكبر منه وبتساوي، احنا قلنا بس اكبر منه. تمام. طيب السؤال هنا بيقول لو انا كانت عندي نيجاتيف 1 على 3 باور ان يو اوف ان ماينس نص باور ان يو اوف نيجاتيف ان ماينس 1، دي اول حاجه هتطلب مننا ان احنا نحولها باليوزنج الزد ترانسفورم، فدي هتبقى 1 على 1 بلس ثلث في الزد باور نيجاتيف 1 بلس 1 على 1 ماينس نص في زد باور نيجاتيف 1. في حد عنده مشكله في التحويله اصلا؟ طيب الحاجة الثانية ان احنا في حد بيسأل على حاجة؟ لا بقول تمام. طيب الحاجة الثانية ان احنا محتاجين نجيب الزيروز والبولز بتاعة السيستم، فاحنا قلنا لازم نحولها كلها للجزء البوزيتيف، فهضرب فوق وتحت في زد، بقت زد على زد بلس تلت بلس زد في الزد ماينس نص. دي لما نيجي نرسمها هنرجع تاني معلش نجمعها، فلما نيجي نجمعها يبقى انا عندي زد بلس 1 على 3 وهنا زد ماينس نص وفوق هتبقى عندي زد كومن، وبعدين انا هجمع 2 زد ماينس نص بلس تلت. تمام. على فكره لو تاخدوا بالكم المفروض دي هي نفسها دي صح، يعني الحته دي كلها هي نفسها دي. مظبوط. طيب بس ايه اللي هيفرق دي عن دي، او ليه دي لما جينا نحولها لليو اوف ان بقى دي شكلها مش شكل اللي فوق؟ علشان هو مديني ريجن اوف كونفرجنس مختلف. هو انا لما اجي هنا اولا ارسم الزيروز والبولز قلنا ان احنا يبقى عندنا زيرو عند الزيرو، وعندنا زيرو تاني عند واحد على 12، وعندنا بول عند نيجاتيف 1 على 3 وبول عند النص، صح كده؟ ودي نيجاتيف 1 على 3. فالسؤال ده هناخد انهي ريجن؟ احنا قلنا اول حته دي بتقول لي ان انا لازم تكون الريجن اوف كونفرجنس اكبر من التلت. طب الحته الثانيه ديت انها تكون اصغر من النص، يبقى انا الريجن اللي لازم اخدها للسيستم بتاعي او للاكس اوف ان دي هتكون اسمها ايه؟ اكبر من التلت واصغر من النص، صح كده؟ انا في الاخر بجيب الانترسكشن بين الاثنين. لو انا كان عندي ده اسمه 1 على 3 وده اسمه 1 على 2، الحته الاولانيه بتاعت اليو اوف ان بتقولي ان انا لازم اكون اكبر من التلت، والثانيه لازم اكون اصغر من النص، فايه اللي بينهم؟ انها تكون بين النص والتلت، يبقى انا الريجن بتاعتي هنا هتكون اكبر من التلت واصغر من النص. تمام تمام. وعمل لي برسم الدايره الكبيره. نعم دي برسم الدايره الكبيره. اه الواحد ده فعلا تاني، علشان احنا بعد شويه هنتكلم على حاجه اسمها الاستابيليتي، فالاستابيليتي والكوزاليتي والحاجات دي كلها نبقى بس محتاجين نريليت كل الحاجات دي باليونت سيركل اللي هي اسمها واحد. فانا اتعودت ان انا ارسمها علشان هو مش بس ممكن ما يكونش ده بس السؤال، ممكن يكون محتاج حاجه تانية. فارسم اليونت سيركل بتاعتك هي واحد، وارسم بقى كل الزيروز والبولز والحاجات اللي عندك دي، علشان لو المطلوب اللي جاي كان ان انت تقول السيستم ده ستيبل او لا فتبقى فاهم يعني بتعمل ايه، ودي هناخدها كمان شويه. تمام، بس خلينا لحد دلوقتي نبقى فاهمين انا ازاي هرسم الزيروز والبولز وازاي احدد الريجن اوف كونفرجنس، عشان من الريجن دي انا بعد كده هقول هعرف بقى شويه حاجات عن السيستم اصلا. طيب تعالوا نتخيل لو انا كنت ماشيه العكس. هو لو كان بيقول نعم احنا لما بنجيب الزيرو والبولز يعني كده برضو استفدنا ايه؟ الزيروز والبولز دي انت بتريبريزنت السيستم بتاعك. خلينا اقول لك ان التاسك اللي جاي دكتور تامر هيطلب منك تديزاين يونت سيركل او تديزاين الدايره دي وتحط عليها شويه زيروز وبولز، والزيروز والبولز دي هتفضل تحركهم من مكانهم، وكل مره بتحركهم من مكانهم هتورينا شكل الريسبونس بتاع الفلتر عامل ازاي. فاحنا لو فرضنا ان انا مش مدياك اصلا الاكس اوف ان ديت،
بس مدياك اليونت سيركل دي ومدياك الزيروز والبولز ديت وقايلانك ان الريجن بتاعتك من نص لتلت، هل تعرف ترجع لي السيستم شكله عامل ازاي؟ اكيد. طيب فهي دي مجرد ريبريزنتيشن للفلتر بتاعك او للسيستم بتاعك هيكون شكله عامل ازاي في الاخر. يعني انا ممكن اديك السيستم في الـ في الـ في التايم دومين واطلب منك ان انت تعمل له ريبريزنتيشن، او العكس ان انا هديك الزيروز والبولز بتاع السيستم وهطلب منك تقول لي السيستم ده عباره عن ايه اصلا في الاخر. تمام. طيب لو انا كانت عندي n a power n u of n، لو فاكرين احنا ال n في ال DTFT كانت عباره عن ايه؟ g، وبعدين بنعمل derivative لل function دي بالنسبه للاوميجا، صح كده؟ هنا ما اسمهاش بقى g، اسمها negative z، فال derivative بتاع ال function دي بالنسبه لل z. طيب فلو انا كانت عندي a power n u of n فدي بتتحول لواحد على واحد minus a في ال z power negative 1. طيب وفي الاخر هعملها derivative بالنسبه للزد، فكاني باخد اللي تحت ده واعمل له سكوير، وبعدين بس بالنسبه للزد، فعشان كده بس انا حولت الايكويشن دي كلها خليتها فوق، يعني ضربتها في الزد على زد عشان اخليها بالنسبه للزد، بس انتوا عادي لو اشتغلتوها بالنسبه للزد باور نيجاتيف 1 تاني. انا نعم. هو ازاي زد بتساوي جي والزد بتساوي اي اس جي اوميجا ولا لا؟ هو احنا اصلا هنا ما قلناش ان هي بتساوي جي، احنا قلنا قلت بالكافي كنا جي. جي في الدي في الدي دي اكس يعني باي دي اوميجا، بس احنا هنا اصلا مش بنعمل بالنسبه للاوميجا، انا بعمل بالنسبه للدي زد، فعشان هنا كده انا ضربت في النيجاتيف زد. طب خليني اقول لك على حاجه، ارجع للعكس، هو انت لو كانت عندك ان اي باور ان يو اوف ان ومحتاجين نعملها في الدي تي اف تي، فكنت في الاخر بتقول ان هي كانت عباره عن ايه؟ اي في الاي باور نيجاتيف جي اوميجا على واحد ماينس اي في اي باور نيجاتيف جي اوميجا اول سكويرد، صح كده؟ لو انت لسه فاكرها يعني، فكنت ممكن من السهل قوي ان انت تشيل كل اي باور جي اوميجا وتكتبها زد. هو انت هناك كنت بتعمل ديريفاتيف بالنسبه للاوميجا مش بالنسبه للاي باور جي اوميجا. انا بتكلم في حته حضرتك قلت يعني ان جي هنا بقت زد، فانا بتكلم هو عمل كده ازاي. ما بقول لك انا ما قلتش ان هي حولناها من الجي للزد، ليه ما ينفعش اسوي الاثنين ببعض؟ علشان هناك بيعمل بالنسبه للاوميجا وهنا بيعمل بالنسبه للزد. ماشي. لا مش ماشي. يعني تاني، انا لو قلت لك ان انت عندك جي وبعدين بعمل ديريفاتيف لفانكشن اسمها اكس بالنسبه للاوميجا، تمام؟ تمام. وبسوي حاجة تانية اسمها نيجاتيف زد وبعمل ديريفاتيف للفانكشن دي بس بالنسبة للزد، ينفع ساعتها تقول لي ان الجي بتساوي نيجاتيف زد؟ لا. لا ليه؟ علشان اصلا الديريفاتيف ده بالنسبة لحاجة غير ديت، يعني انت لما تيجي تعملها بالنسبة للزد هيطلع لك في كونستنت، لما تيجي تضربه في نيجاتيف زد هيديك الجي ديت، فاهمني؟ فهمت. تمام. طيب فاحنا دلوقتي قلنا ايه؟ هي في الاخر n a power n u of n دي بتساوي نيجاتيف z، فالدريفاتيف بتاع الحته دي بالنسبه للz. طيب فاحنا لو كانت عندنا دي كنا بنعمل ايه؟ مالكمش دعوه باللي انا عاملاه هنا، لان انا حولت في يعني خليت دي z على z minus ال e، بس احنا كان ممكن نعملها من الاول، هناخد اللي تحت ده ونعمله تربيع 1 minus e في z power negative 1 تربيع، وبعدين الديريفاتيف بتاع اللي فوق هيبقى زيرو، وما ننساش ان احنا عندنا نيجاتيف زد بره، هنضربها في نيجاتيف 1 وبعدين هنضربها في نيجاتيف اي في نيجاتيف 1 بقت اي في الزد باور نيجاتيف 2، صح كده؟ تاني نيجاتيف زد دي الكونستانت اللي هنا، نيجاتيف 1 علشان انا بقول ان احنا الديريفاتيف اللي فوق في اللي تحت ماينس اللي تحت في اللي فوق، فدي النيجاتيف بتاعتها. الديريفاتيف بتاع اللي تحت ده هيبقى نيجاتيف اي في نيجاتيف 1، وبعدين بنطرح من النيجاتيف 1 دي بنطرح منها 1 كمان، فبقت نيجاتيف اي في نيجاتيف 1 في الزد باور نيجاتيف 2 اللي هي ديت، فبقت في الاخر كان انا عندي نيجاتيف نيجاتيف بقت بوزيتيف، والزد في الزد باور نيجاتيف 1 اللي هي اي في زد باور نيجاتيف 1 على 1 ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1 اول سكوير، تمام كده؟
طيب انا جبت منين بقى region of convergence اللي هي تكون اكبر من الاي؟ علشان احنا هنا عندنا n e power n u of n، واحنا قلنا طالما عندنا u of n يبقى انا كده ال region of convergence ان الزد لازم تكون اكبر من الاي. تمام تمام. طيب السؤال اللي بعد، ان انا هنا دلوقتي بقيت عندي كوساين اوميجا نوت ان في اليو اوف ان، فكوساين اوميجا نوت ان دي قلنا اول حاجه لازم اعملها ايه؟ لازم افكها، بقت اي بار جي اوميجا نوت ان بلس اي بار نيجاتيف جي اوميجا نوت ان على الاثنين في اليو اوف ان. طب السؤال ده هعمله ازاي؟ بما اني انا مش عارفه ده ايه، فانا لازم اول حاجه اروح اعملها ان انا افك بالإيكويشن، أو إن أنا أقول إن الـ e power g أوميجا نوت دي كأنها a power n، دي فكرة؟ فكأنها عندي نص بره e power n plus هسمي الـ e power negative g أوميجا دي هسميها b power n u of n. فيبقى أنا دلوقتي بقى عندي إيه؟ النص دي بره، بقيت عندي واحد على واحد minus a في الـ z power negative 1 plus واحد على واحد minus b في الـ z power negative 1. في حد عنده مشكلة هنا؟ أنا بس كل اللي عملته إن أنا شلت كل e power g omega نوت سميتها a، فبقيت عندنا e power n، وجيت في الآخر هنا ضربت دي كلها اسمها e حطيتها هنا. تمام؟ ممكن وإحنا هنا اعتبرنا الـ expression ده زي a مثلا، كأنه a هو كان اسمه e power g omega نوت n في ال u of n. تمام؟ تمام. فأنا اعتبرت ان ال e power g omega دي constant، هسمي constant واسمه e، فكأنها بقت a power n. تمام. وجيت تحت شلت ال a دي، بدل ما هي كانت a power n شلتها وحطيت مكانها e power g omega نوت، لأنه هو في الآخر constant عشان ال omega نوت دي value مش variable، يعني هي مش أوميجا، هي أوميجا نوت، فالأوميجا نوت دي هي constant يعني. مظبوط مظبوط. تمام. طيب ممكن تسيبوا السؤال شكله عامل كده، تمام، لو أنا خلاص جبت اتنين وكتبتهم كده، ممكن كمان نعملها إيه؟ هنفضل نجمع الاتنين دول مع بعض، فكأني أنا ضربت الاتنين دول في بعض، وفوق اتفضل لي واحد minus e power negative g omega بالz power negative 1 plus واحد minus e power negative g omega بالz power negative 2. تمام؟ بدي عندي واحد وواحد، وهنا negative الفاليو دي، وهنا negative الفاليو دي، وده كله طبعاً مضروب في نص. كل اللي عملناه إن إحنا أخدنا الـ e power g omega plus e power negative g omega دي كلها مضروبة في negative في ال z power negative 1، وسميتها cosine omega نوت. تمام؟ تمام. بس أنا عندي سؤال، هو ما فين الزيروز والبولز في المسألة؟ طيب الزيروز والبولز، أول حاجة أنت هنا عندك زيرو عند ال e power g omega نوت، وعندك هنا زيرو عند عندك بول عند ال e power g omega نوت، وعندك بول عند ال e power negative g omega نوت، صح كده؟ عشان تبقى 1 minus 1 في الآخر. علشان احنا في الآخر محتاجين نجيب يعني احنا فوق من تحت بنجيب ال 2 بولز دول، فواحدة منهم الزد بتساوي e power g omega، اعتبر ان انا ضربت هنا بزد وهنا بزد، وفوق في الـ z squared بقى دي z minus e power g omega نوت، وهنا بقت z minus e power negative g omega نوت، بقى عندي two poles، واحد عند الـ e power g omega نوت، واحد عند الـ e power negative g omega نوت، صح كده؟ في two options، يا إما هو هيديك الـ value بتاعت الـ omega نوت دي، فانت هتعود وتعرف هي فين الـ two poles بتوع الـ system بتوعك، وساعتها انت هتاخد ان الـ region of convergence أكبر من أكبر pole، صح كده؟ لأن هو في الآخر الـ السيستم بتاعك ده هو يو بوزيتيف. تمام. فانت هتاخد اكبر من اكبر فاليو، او الحاجه الثانيه لو ما ادكش الفاليو بتاعتها فغالبا مش هيطلب منك اصلا الريجن اوف كونفرجنس. باشمهندسه اوكي تمام، انا مش فاهم حاجه بالمشاوره، مش زد باور نيجاتيف 1 صح كده؟ تمام، بنضرب في زد. ماشي. هنضرب هنا في زد، بس زد تربيع، عشان انا هاخد هنا زد اضربها جوه، وزد هضربها هنا، صح كده؟ وهضرب فوق كمان في زد تربيع. ماشي. ففوق اتفضل لي ايه؟ زد ماينس اي بور جي اوميجا، ودي راحت، وهنا اتفضل لي زد ماينس اي بور نيجاتيف جي اوميجا، صح كده؟ تمام. طيب ايه التو بولز اللي موجودين عندك في السيستم؟
تحت الزد بتساوي إيوس جي جي أوميجا نوت. تمام. والبول التاني بالسالب. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أرسم السيستم بتاعي أنا عرفت أن أنا عندي two pools، واحد عند E power G omega note وواحد عند E power negative G omega note، صح كده؟ طيب أنا دلوقتي هعرف منين بقى region of خلاص أنت كده عرفت الزيروز والpools بتاعتك ترسمهم فين؟ لو هو أداك الأوميجا نوت دي الفاليو بتاعتها بتساوي كام؟ هتعوض وتجيب الفاليو بتاعت كل واحدة منهم، فأنا كده عرفت أول pool فين وتاني pool فين. لو محتاج يجيب region of convergence فهتكون فين؟ هعتبر ان انا لما عوضت واحده طلعت بتساوي ربع وواحده بتساوي نص، فانا دلوقتي عرفت ان انا عندي بول عند الربع وعندي بول تاني عند النص. تمام. عندي واحد هنا وواحد هنا. طيب انت في الاخر الريجن اوف كونفرجنس بتاعتك هتكون مين فيهم؟ اكبر من النص. اكبر من النص ليه؟ لان انا دلوقتي عندي السيستم بتاعي اسمه حاجه مضروبه في اليو اوف ان، واليو اف ان دي دايما تخليني اخد اكبر بول عندي في السيستم. يبقى انا دايما الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي لو انا عندي يو اف ان بس يبقى هي اكبر من اكبر واحد. تمام. طيب السؤال هنا بيقول لو انا كانت عندي سيستم اسمه اي باور ان من 0 لحد الان ماينس 1 و0 ايا كانت فين. السؤال ده ايه الفكره فيه؟ ان انا بدل ما هشتغل من 0 للانفينيتي انا هشتغل من 0 لحد الان ماينس 1. في حد عنده مشكله؟ لا تمام. طيب فدي لما اجي افكها هتتفك ازاي؟ احنا بناخد الفاليو ديت اللي هي اي باور زد ماينس 1 باور ان، ودي من 0 لحد الان ماينس 1، فدي هتبقى باور 0 ماينس الار باور ان ماينس 1 بلس 1 على 1 ماينس ار، فدي باور 0 بواحد ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1 دي كلها باور ان على 1 ماينس الفاليو دي. تمام كده؟ تمام. طيب لو محتاجين نرسم الزيروز والبولز بتاعت السيستم ده هتبقى موجوده فين؟ اول حاجه احنا قلنا لازم السيستم بتاعي ده كله يكون فيه الزد بالبوستيف مش بالنيجاتيف، فانا لما اجي ارسم فوق وتحت فانا لازم اضرب في اكبر حاجه اللي هي الزد باور نيجاتيف ان، هنخليها زد باور ان، يبقى انا ضربت فوق وتحت في الزد باور ان، صح كده؟ انا دي واحد ماينس اي باور ان في الزد باور نيجاتيف ان على 1 ماينس اي في الزد باور نيجاتيف 1، صح كده؟ هنضرب فوق وتحت في الباور ان بقت ديت زد باور ان ماينس اي باور ان، ودي هتبقى زد باور ان، ودي هتبقى باور ان ماينس 1، صح كده يا باشمهندسين؟ تمام. طيب فهاخد بس من تحت زد باور ان ماينس 1 كومن، هيفضل لي زد باور ان ماينس 1 مضروبه في الزد ماينس اي، وفوق عندي زيروز عند زد باور ان ماينس اي باور ان. طيب لما اجي ارسم السيستم ده أول حاجة أنا عندي كام بول هنا في السيستم؟ two pools. عندي pools power n. يعني هنا عندي شوية pools كلهم موجودين هنا، وعندي pool تاني عند الزد بتساوي إيه، صح كده؟ طيب والزيروز دي موجودة فين؟ عند الـ A. لا مش فاهم، مش احنا عندنا two poles واحد عند zero واحد عند الايه؟ هي دي مش two، هي دي مش two بس، يعني تخيل دي كانت زد، هعتبر ان n دي بتلاتة، فتبقى زد باور اتنين في الزد ماينس ايه، يبقى انت عندك two poles عند الزيرو وواحد بول عند الايه، بس في الاخر الافكت بتاعهم مش فارق، ان شاء الله يكون عندي 100 عند الزيرو. تمام. تمام. الزد باور ان ماينس اي باور ان ديت هي عندي زيروز فين؟ عند الاي. تمام. بس معلش خلينا نقول ان هي زد باور ان بتساوي اي باور ان، وكاني خدت الروت ليهم كلهم، مش يعني انا كده كان عندي زيرو عند الاي، صح كده؟ ده زيرو صح. تمام. طيب انا بس في حاجه
اصل هقول لكم على حاجه، هو انا لو حطيت زيرو على فول فالمفروض ان الافكت بتاعهم سوري الافكت بتاعهم بيضيع بعض صح كده؟ لا مش صح. ليه ما اعرفش ليه بيضيع طيب بعض. هو انا لو كانت عندي زيرو عند الاي يعني المفروض كان فوق عندي زد ماينس اي صح كده، ولو عندي فول عند الاي فيبقى تحت عندي زد ماينس اي مظبوط. يبقى انا كان ممكن من الاول اطير الاثنين دول مع بعض واقول ان هي بتساوي واحد. تمام اوكي. فيبقى لو انا عندي زيرو عند الاي وبول عند الاي ثانية واحدة دي ماينس زد ماينس اي. لا لا دي زد بس. دي زد بس؟ تمام ماشي. عشان اقول ان انا عندي زيرو هنا فلازم يكون هي زد ماينس اي. فيبقى الافكت بتاع الاثنين ده راح. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان الريجن اوف كونفرجنس للسيستم ده ان هي تكون اكبر من الزيرو، ان الزد اكبر من الزيرو. انا حاسس انه ما ينفعش اقول كده لاني اما يعني ازاي اقدر اطير مثلا x minus 1 over x minus 1. انا ما طيب انا لو السؤال بيقول z minus 1 سوري مضروبه في z على z squared minus 1 فانت اول حاجه هتعملها ايه؟ هتفك اللي تحت دي تقول ان هم يعني دي z minus 1 في z plus 1 هطير اللي فوق مع اللي تحت اتفضل لي z على z plus 1 صح كده؟ طب سؤال قبل ما افك يعني انا خلاص فكيت وقلت خلاص انا هاخد في الدومين بتاعي الـ a يعني الـ a هيبقى بيعمل convergence. طب انا لما اجي اعوض بالـ a في السيستم بتاعي في الـ equation بقى قبل ما افكها فساعتها هي هتديني divergence او اللي هي 1 ساعتها لو جيت تعوض عن كل زد تاني يعني انا دلوقتي في المثال اللي حضرتك كتبتيه ده اللي هي زد ماينس 1 في زد على زد سكوير ماينس 1 انا خلاص طيرت الزد ماينس 1 مع زد ماينس 1 وقلت ان هي كونفرجنس عند اكبر من زيرو او يعني ال1 انكلودد معايا في الكونفرجنس. طب ما انا لما اجي اعوض بقى في السيستم ب1 ساعتها هبقى بديفايد باي زيرو فهيبقى بالدايفرج. انا اقصد اقول ان في الحاله دي يعني زمان كنا بنكتب ان الدومين بتاعنا يبقى مثلا انفينيتي ما عدا ال1 يعني ما كناش بنقدر نطير اكس ماينس 1 من فوق على تحت. طب هو بس ممكن اشوفها وارجع لكم تاني في السكشن ان شاء الله في الكليه بس انا يعني انا لو انا بحلها انا حاسه ان انا يعني طب لو جينا لو تخيلنا ان دي كانت 3 ان الزد دي كانت 3 فانا لو جيت افكها بيدينا زد ماينس اي دي براكت منهم والبراكت التاني زد سكويرد بلس اي زد بلس اي سكويرد صح كده؟ فهلاقي في الاخر انا عندي زد ماينس اي طارت برضه مع الزد ماينس اي اللي تحت. هو انا ما فهمتش الصراحه النقطه الاخيره ما فهمتش اخر حاجه يعني لو انا قصدي يعني لو كانت دي مثلا باور 3 فكنت هتفكها ازاي؟ كنت هتقول ان هي زد ماينس اي ده واحد من القوسين وبعدين مضروبه فيه زد تربيع بلس اي زد بلس اي سكويرد. لو هي باور 4 هتلاقي في كل مره هتلاقي زد ماينس اي دي بتطلع لك معاهم فاهمني؟ ماشي انا ما عنديش مانع ان هم اللي فوق البراكت اللي فوق هيبقى زي البراكت اللي تحت بس يعني بس هما ماشي طيرتهم وخدت الاي في الدومين بتاعي بيعمل كونفرجنس. هو في الواقع لو دخل ايه على السيستم هيعمل دايفرجنس لاني هبقى بقسم زيرو على زيرو يعني هيبقى زيرو على زيرو عشان كده مش عايز اقفل. طب معلش خلوني هبص عليها تاني في الريفرنس يعني علشان انا مش فاكره كويس يعني انا حاستها باللوجيك ما ينفعش يكون اكبر من الاي بس خلوني ابص عليها تاني واقول لكم في الكليه ان شاء الله ماشي؟ تمام مفيش مشكله. طيب السؤال احنا طبعا فهمنا كده ان البروبرتيز بتاعتها هي لينياريتي ان انا عايزه اجمع حاجتين على بعض وان هي فيها التايم شيفت ديت احنا متفقين ان الزد ترانسفورم هي شبه الدي تي اف تي بس انا شلت كل زد وخليتها او شلت كل اي بار جي اوميجا وخليتها زد فانا دلوقتي عايزه ان انا اجمع حاجتين على بعض. لو كانت عندي اكس اوف ان ماينس ام فكاني ضربتها في الزد بار نيجاتيف ام في اكس اوف زد
والconvolution في التايم دومين هو multiplication في الزد، ولو أنا كانت عندي الزد أو الx power negative n اللي هو التايم شفت هي دي الx of 1 على الزد تمام أو الزد power negative 1. طيب السؤال بيقول لو أنا كانت عندي x of n بتساوي نص power n u of n minus 5 فدي هتحلوها إزاي؟ كأنها نص power n u of n شون ده سأقول رقم اللي فوق دي معلش رقم 4 ديت اللي هي التايم شيفت. احنا كنا بنقول لو انا كانت عندي x of negative n في التايم دومين لما بتيجي تروح لل DTFT كنا بنشيل كل e power j omega ونخليها يعني بتتحول ل x of e power negative j omega تمام. كنا بنشيل من سؤال كل j omega وبنخليها النيجاتيف بتاعها، فعشان كده هي بدل ما بتتحول ل x of z هتتحول ل x of z power negative 1 تمام. قلنا خدنا دي اخدنا تمام. طيب هنا السؤال كل بقى الحاجات اللي جايه دي المفروض ان هي شبه ال DTFT. لو انا كانت عندي نص باور ان يو اوف ان ماينس 5 فاحنا قلنا اول حاجه لازم تكون الايكويشن كلها فيها نفس الشيفت اللي هو الان ماينس 5، فكاني اخدت من دي نص باور 5 كومن بيرنا اتفضلني نص باور ان ماينس 5 في اليو اوف ان ماينس 5. لو أنا عندي نص power n u of n بتتحول لإيه؟ واحد على واحد minus نص في الـ z power negative 1. طب لو هي كانت معمول لها shift بخمسة يبقى أنا هضرفه في الـ z power negative 5. في حد عنده مشكلة هنا؟ واحنا حضرنا النص بس n minus 5. أول حاجة لازم أتأكد لو دي معمول لها shift السؤال كله لازم يكون له معمول له أو السؤال لازم يكون معمول له نفس الشفت، فدي ما ينفعش تكون n ودي n minus 5 فعشان كده خدت دي خليتها n minus 5 يعني minus 5 و plus 5 وخدنا ال plus 5 بره صح كده؟ بالظبط تمام. طيب السؤال اللي بعده لو كانت عندي x1 و x2 ومحتاجين نجيب y of n اللي هي convolution بين الاثنين فهنعمل ايه؟ أنا عادي أحول الاثنين دول using multiplication يعني دي z transform ودي z transform وأضربهم في بعض وبعدين أحولها. لو أنا عايزة أعمل دي بالz transform فهتساوي كام؟ هتساوي 3 plus 2 في z power negative 1. في حد عنده مشكلة في دي؟ لا تمام. طيب واللي تحتها 2 minus z power negative 1 صحي كده؟ طيب وبعدين هعمل ايه؟ هضرب الاثنين دول في بعض، لما اجي اضربهم في بعض اللي هو x1 و x2 اداني 6 plus z power negative 1 minus 2 في z power negative 2. المفروض دي لما اجي احولها بقى للتايم دومين مره ثانيه هتبقى ايه؟ 6 plus impulse of n minus 1 minus 2 impulse of n minus 2، صح كده؟ تمام. طيب او الطريقه الثانيه لو فاكرين ان احنا كنا بنقول ايه؟ انا اصلا عشان اعرف اعمل convolution بين two systems لازم يكون السيستم ده linear time invariant system. فلو انا كنت بدخل 3 impulse of n فالمفروض الاوتبوت يديني ايه؟ 3 x of x2 صح كده؟ ولو انا بدخل 2 impulse of n minus 1 فالاوتبوت هيديني ايه؟ 2 x2 of n minus 1. يبقى أنا لو كنت بدخل input اسمه x1 على system اسمه x2 فساعتها ال y of n هتساوي كام؟ هتساوي 3 x2 of n زائد 2 x2 of n minus 1. ال x2 of n هي عندنا 2 impulse of n ناقص impulse of n minus 1 زائد 2 مضروبة في ال d بس معمولها shifting بواحد بتبقى 2 impulse of n minus 1 minus impulse of n minus 2. هلا لما نيجي نجمع الاثنين دول على بعض هيديني نفس الاوتبوت اللي طلع من الـ Z transform بس هو الـ Z transform اسهل. فتاني لو محتاج convolution بين اي two systems يا اما بقى نعملها بطريقه التيبل ديت ونحلها على طول يا اما ان انا احول ده كله للـ convolution وبعدين هرجع لها يعني هرجع اعمل الانفرس بتاعه مره ثانيه تمام. بس انا عندي سؤال، هو الطريقه الاولانيه دي اللي هي كانت على الشمال احنا ما كناش بنحل بيها عمرنا يعني لا صدقني حلينا بيها. لا حلينا بيها ليه؟ ده كان سيجنال احنا حلينا بيها السؤال اللي هو كان في سيجنالز كده جبتوها شكلها عامل كده لو فاكر. ايوه ودخلت على سيستم وبعدين رجعنا قلنا طب لو انا دخلت سيجنال ثانيه ومحتاجين نجيب الواي بتاعتها فاكر؟
فاكرها فاكر المساله دي. هي دي حليناها بالطريقه ديت اصلا. خلاص اوكي. طب اوكي هي كانت بتتحل بالطريقه الثانيه. كانت بتتحل بالطريقه الثانيه ان انت ان هو مديك الاكس ومديك الواي، فكنا بنعمل بطريقه التيبل عشان نجيب الاتش في ان، وبعد ما جبنا الاتش هو مديني الاكس هجيب منها الواي عادي. ما ساعتها كنا حلناها بالطريقتين فعلا. بس تمام اوكي مفيش مشكله. طيب هو بس الميتنج هيخلص لما نرجع تاني هقول لك الطريقه دي اتعملت ازاي. تمام تمام. طيب السؤال هنا اتفضل. هو احنا